المؤتمر بيغطي 9 محاور رئيسية من خلال 14 جلسة. بيشارك بهذا المؤتمر ما يقارب 120 طبيب ما بين رئيس جلسة ومحاضر. بيشارك بهذا المعرض حوالي 35 شركة عارضة، عم يعرضوا ل 140 وكالة خارجية بيمثلوا 29 دولة. نجاح المؤتمر هو نجاح بحضوره، نجاحه بمواضيعه، تمام؟ نجاح المؤتمر بينجح المعرض. كتير مهم إنه نحن نعمل مؤتمرات طبية خاصة بالظروف اللي عم تمرق فيها البلد. هي عبارة عن طريقة تواصل علمي بين الأطباء وبين المقيمين، واجتماعي كمان، واستمرارية للعطاء الطبي بكل المجالات، لأنه طبعا نحن لما بنتبادل الخبرات عم نشوف وين في مشاكل منسلط الضوء عليها ومنحاول نحلها بشكل جماعي بآراء مختلفة ومتعددة. لهلأ الأجواء ممتازة، حضور الأطباء جيد، البرامج العلمية جيدة، ما شاء الله كافة شركات موجودة، وسوريا يعني بحاجة لهذا الدعم من قبل الشركات والأطباء المتوفرين فيها. المؤتمر هو خطوة جديدة بظل الأزمة، أنه جعنا نلتقي وجعنا نعرض أجهزة ترجع البلد مثل أيام زمان، تمام. وفقط المعرض هو أكيد له أهمية كبيرة بالتواصل بيننا نحن كشركات وتقديم المنتجات الجديدة والتطورات اللي عم تطلع بالقسم الطبي للأطباء والمهتمين بهذا الاختصاص.